جينا بقى للفقرة الطيبة اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى ولتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبيشرفني في الفقرة دي الشيخ أحمد دسوقي من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتني يا فندم وأنستني. أهلا وسهلا بحضرتك، لنا الشرف الله يخلي والمؤانسة. حضرتك. حضراتكم معودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نقول استعاذة بالله من الشيطان وبسملة بالله الرحيم الرحمن وحمدا لله الواحد الديان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأزهران الأنوران الأشرفان على سيدي ولد عدنان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها قروبنا وتقضي بها حوائجنا وتشد بها من أزرنا وتكون لنا يوم القيامة نورا يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا، احنا في شهر الله المحرم، نعم، ازاي نقتدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبكل الأنبياء والرسل، نعم، في هذا الشهر الكريم والمميز كمان؟ طبعا قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. تكليف من ربنا لكل الدعاة والعاملين على الدعوة إن هم يذكروا الناس بربنا عز وجل ويوقظوا قضية أيام الله عند عموم الناس. شهر الله المحرم، الشهر ده ربنا عز وجل نسبوا إليه وعرف بالألف واللام. لو حضرتك أو حضرتك شفتي جميع أشهر السنة الهجرية هتلاقي كلها مجردة: رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، كلها مجردة من الألف واللام. وشهر المحرم ما ينفعش نقول كلمة محرم، تقولي إيه؟ شهر الله المحرم، المحرم. أيوة. الشهر الوحيد اللي عرف بالألف واللام، الشهر الوحيد الذي نسب إلى الله عز وجل. ويكون الشهر ده ينسب لربنا عز وجل، يبقى ليه مكانة، ليه قدسية عنده سبحانه وتعالى، ليه حرمة. زي مثلا بيت الله الحرام ليه مكانة. هل أي مسجد في الأرض مش بيت ربنا؟ كلها بيوت ربنا. لكن حينما يطلق على المسجد الحرام بيت الله الحرام، يبقى ليه مكانة وليه قدسية، فجعل الله عز وجل الصلاة فيه بمئة ألف دونا عن أي مسجد تاني. كذلك أي حاجة تنسب إلى الرب الله عز وجل زي شهر الله المحرم، يبقى ليه مكانة وليه قدسية. علشان كده سيدنا الحسن البصري قال: ده أفضل شهر في شهور العام. أفضل شهر في شهور العام، حتى من رمضان. قال لك أيوة من رمضان، بس جمهور العلماء رد عليه وقال له لا، قال له أفضل شهر في السنة رمضان ثم شهر الله المحرم. تمام. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم اللي احنا فيه الوقت. وفي كمان عاشوراء. أنا أقول لحضرتك حاجة، في يوم مقدس عند جميع الأنبياء: سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا يونس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم ده مقدس في الشرائع كلها. اليوم ده اسمه يوم التوبة، يوم التوبة العالمي، يوم الشكر، يوم التفاؤل، يوم الثقة في الله عز وجل. اليوم ده ربنا عز وجل تب فيه على سيدنا آدم. اليوم ده ربنا عز وجل تب فيه على سيدنا يونس وكشف عن قومه العذاب. اليوم ده ربنا عز وجل تب فيه على إخوة سيدنا يوسف عليهم السلام، كما قال الإمام القرطبي والطبري والبيضاوي رحمهم الله. فدي يوم التوبة، التوبة العالمي. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: إني أحتسب صيام هذا اليوم عند الله يكفر السنة التي قبله، اللي هو يوم عاشوراء. طبعا يوم عاشوراء ده يوم تاريخي يطلق عليه يوم التوبة، يوم الشكر، يوم الثقة. ده اليوم اللي ربنا تاب فيه على سيدنا آدم عليه السلام، اليوم اللي ربنا تاب فيه على سيدنا يونس عليه السلام وكشف عن قومه العذاب، اليوم اللي ربنا تاب فيه على إخوة يوسف عليهم السلام. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا الإمام القرطبي والطبري والبيضاوي رحمهم الله. يبقى يوم التوبة. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: صيام يوم عاشوراء أحتسبه عند الله يكفر السنة التي قبله. تخيلي يوم توبة ربنا عز وجل، يوم عاشوراء يوم شكر ربنا، اليوم اللي السفينة رست فيه على الجودي بتاعت سيدنا نوح، سيدنا نوح صام هذا اليوم يشكر ربنا، اليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا يوسف يونس سيدنا موسى عليه السلام من الغرق هو وقومه، ده
في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء فدي يوم شكر ويوم تفاؤل ويوم توبة. ومش صدفة ان كل هذه الاحداث الله سبحانه وتعالى على مختلف الانبياء والعصور يوم مقدس يعني يعمل خصوصية لليوم ده كمان. طبعا يوم مقدس، يوم توبة، يوم شكر، يوم تفاؤل، يوم ثقة في الله، يوم ثقة في الله عز وجل ان هو يفرج الكرب اللي احنا فيه. يا رب. جاي في شهر ربنا عز وجل بيحبه سماه شهر الله المحرم. وعايز اقول لحضرتك حاجة، سيدنا النبي لما قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وافضل وافضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ليه يا رسول الله قلت لنا في الشهر ده نبدأ بالصيام والصلاة؟ قال لك لان دي عبادات سر، عبادات فيها اخلاص. حضرتك لو صايمة الوقت هعرف؟ لا. يبقى دي عبادة سر. ولو قمت بالليل كده قبل الفجر ولا حد عارف، ولا جارك ولا زميلك في الشغل، حتى زوجي او ولادي يكونوا نايمين ومحدش يعرف حاجة. عبادات سر، عبادات اخلاص لله عز وجل. يبقى احنا بنربي نفسنا في اول الشهر على الاخلاص وعبادات السر. كذلك فيها عبادات تضحيه لله عز وجل. الصحابه اللي ضحوا بكل ما يملكون وهاجروا من مكه للمدينه، انت كذلك بتضحي بالطعام والشراب وبتصوم في الشهر ده، كذلك بتضحي بالراحه والنوم وتقوم نصلي، يعني نعبد ربنا من جديد زي رمضان. قال لك ايوه زي رمضان. دول الشهرين اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش فيهم عبادات الصيام والصلاه الا في رمضان ومحرم. لذلك اللي كنا بنعمله في رمضان عاوزين نعمله في شهر الله المحرم، اللي كان بيتصدق وبيكبر بخواطر عباد الله في رمضان عاوزين نعمله في شهر الله المحرم. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ابدا بدايه العام الهجري الجديد بدايه قويه بتقوي صلتك بالله عز وجل وتكبر بخواطر العباد. وبما ان الاعمال الطيبه والطاعات مضاعفه اجرها باذن نعم. الله في الشهر الكريم في شهر الله المحرم، في كمان يعني طاعة من الطاعات وهي الصدقة. نعم. والتصدق على الناس اللي عايزة ستر. احنا ممكن نقول جبر الخواطر. أو جبر يا الخاطر. سلام. جبر أيوة. الخاطر. طيب في تقرير دلوقتي ان شاء الله في جبر خاطر. نعم. واللي بيشوفونا ان شاء الله قلبهم كده يحن ويجبروا بخاطر اللي محتاجين ستر. جزاكم نعم. الله سترا. نشوف التقرير ونرجع مع حضرتك. خلاص بقى في سقف بيحميهم من حرارة الشمس ومن أمطار الشتاء اللي بتنزل على العزال بتاعهم وعلى أغراضهم اللي موجودة في البيت. السقف ده ممكن يكون سبب إن واحد فينا يستظل بعرش الرحمن يوم القيامة بسبب إن هو كان سبب في إن أهل بيت استظل. جزاكم الله خيرا وشكرا لحضراتكم. ولسه عندنا بيوت كتيرة جدا محتاجين إن احنا نسقفها ومحتاجين إن احنا نتعامل معاها.
يا ريت تتواصلوا معانا عشان تشوفوا بنفسكم البيوت او علشان خاطر تساهموا في بيوت تانية كتير باذن الله تعالى. عظمة الستر الله، او اللي بيبقى هدفهم انهم يساعدوا في الستر الله. يعني بيت من البيوت دي مثلا اكيد في بنات طبعا. وفي ستات وفي فانهم يبقوا عايشين في بيت كده من غير سقف ولا باب ولا شباك ولا بتاع وانك تساعد في سترهم اعتقد وفي الشهر ده بالذات بقى ما انا لو نصحى ده الاوكازيون زي ما حضرتك قلت لنا قبل كده طبعا. فانا عايزه اخد بزياده الله اللي هدفعه النهارده في اي وقت عادي هاخده جزاء ان شاء الله خير وحسنات تمام. طب ما انا اخده بقى مضاعف بقى. هقول لحضرتك حاجه، مش بالذات اللي من دول كمان انت في الشتاء اصعب من الحر، ونيجي في الحر اصعب من الشتاء السنه كلها ايام صعبه على الناس الذين لا مأوى لهم، ما عندهمش سقف. لا اله الا الله. احنا مؤسسه اسمها مؤسسه نبض الحياه، اي مؤسسه بتتكلم وخاصه عن الامور اللي زي ديت ممكن واحد قاعد يقول لك ايه ده ومقلب على قناه ثانيه. انا بقول واحد كلمني بصراحه اجي مع حضرتك بصراحه والبرنامج ده اسمه بنت البلد اللي هو يتكلم بعوام الناس وبلسان الناس اللي بره. مره بعد ما نزلت من على المنبر فواحد بيقول لي يعني موجود لسه السقف اللي هو الخوص والبتاع ده موجود؟ قلت له حضرتك تعالى الفيوم المكان الفلاني كذا كذا. والفيوم على فكره كام كيلو يعني؟ ده اقرب جنبنا في اكتوبر. قال لي معقوله؟ قلت له والله العظيم هبعت لك المكان كذا روح. العشش روح اماكن مش بيت ولا ثلاثه ولا اربعه ولا 10، عدد كبير جدا. تخيل بيبصوا لراجل اعمال هناك بيقول لي ده راجل اعمال هو بيشتغل نجار. لا اله الا الله. الناس حالتهم متواضعه جدا جدا. الراجل لما راح علشان خاطر اصلا يشوف موضوع وصله ميه بص لقى البيوت ما انا اسف والله موجود وعلى ارض الواقع. علشان كده اي حد بيشوفنا دلوقتي نفسه يرفع السماعه يقول انا جاي معاكم، انا مش هدفع كده لا الوصله او تسقيف المكان انا مش هدفع، انا عاوز اجي اشوف، عاوز اجي تعملوا لي رحله كده وانا متكفل. انا متاكد اللي هو هيشيل بيت او اتنين او ثلاثه او اربعه والله العظيم هيبيع اللي لابسه وهيكسي الناس دول. تخيلي ان بيت ما فيش فيه ولا باب او كذا، الباب عارفه البرميل اللي هو بتاع اللي بتحط فيه الميه ده مفتوح كباب شقه، والبيوت كلها مفتوحه على بعضها، والبيوت زي ما انت حضرتك شايفه اللي هو البيت الابيض اللي هو الطوب الابيض. الطوب الابيض مستوعبين جدا، ومش هم اللي بانيين برضو بالمناسبه، عشان واحد يقول لي طب ما هو مبسوط باني اهو بالطوب الابيض يعني معايا 1000 جنيه حتى. اهل الخير هم اللي بانيين، اهل الخير هم اللي عاملين الموضوع ده والله على ارض الواقع. تخيلي لما راح رجع بيقول لي انا قلبي حسيت ان هو اتغير، قلبي بقى فيه نوع من الرقه، كنت بقعد اسمع الاحاديث واقعد اسمع خطبه الجمعه واخرج عادي طبيعي، بقيت الوقت اشتريت كتاب للسيره وقعد بقرا في القران واقرا في كتب سيدنا النبي، اقرا في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واعرف يعني ايه كلمه جبر خاطر لما كان النبي سيدنا النبي بيجبر بخاطر العباد. عرفت موضوع ترقيق القلوب انك بتسمع خلاف لما تطبق عمل على ارض الواقع. عارف حضرتك انا متاكده برضو ان اخواتنا اللي اشتركوا في تسقيف البيوت هم مش مستنيين شكر من اخواتنا اللي هم يعني محتاجين الكلام. أيوة ده طبعا طبعا، هو مستني رضا ربنا. الله يفتح عليك. تخيل انت بتدفع فلوس يعني طبعا ربنا غني عننا طبعا. وربنا هو اللي رازقنا يعني هو ربنا ايه الى الله. اي لا هو ربنا اللي بعت لي الفلوس دي اساسا. هو انا مش فلوسنا ولا فلوسي ولا صحتي اللي بشتغل بيها عشان تجيب لي الفلوس. الدليل ان هي مش فلوسي ايه؟ لما الانسان بيموت بيعمل ايه في فلوسه؟ بتروح لناس ثانيين ولا يعرفهم حتى، تروح الاول لربنا، وربنا يقول ده ياخد الربع وده ياخد النص وده ياخد التلت. صح، مش بتاعتنا. صح والله، احنا مستخلفين والله. على الاموال مستخلف فيها. والله يعني الانسان بالله عليك شفت في يوم من الايام وانسان هو بيدفن في قبره حطوا له شويه فلوس كده تنفعه؟ لا. ولا واحده كانت لابسه الدهب قالوا سيبها يا ممكن تنفعها ده ممكن يقول سيبها حاجه تنفعها؟ والله لو ابنك او بنت او احب الناس الى قلبي تسيب له شويه ذهب كده جنبه او تسيب له عقد شقه هينفعه ممكن في المستقبل؟ والله يا دكتورنا انا يعني لو انا قعدت يعني هشوف ايات ربنا فيا انا كنشوه مصطفى. لو حسبت اللي انا مثلا كلته من يوم ما اتولدت لحد ما هموت هي لقمه على قد معدتي. يعني لو انا شايله ذكر بط وذكر وز اخر حته وشغل مشبع حته لو خدتها ولا بتاع فعلا لو ربنا اكرمني بشويه لبس اقسم بالله مثلا 10 مثلا بلوزات ولا بتاع
ما انا هي بلوستين ولا ثلاثه والباقي ايوان الله يفتح عليك. اقول انا شايله الفستان ده للمناسبه لما تيجي وممكن مناسبه ما تجيش. الله يفتح عليك. يعني يعني انا لازم فستان للمناسبات، ما بروحش لمناسبات ولا باجي من حته فالحاجه. فلما نفكر كده ان احنا لا نملك، مهما قعدت تجري عشان تحوش لا تملك في حياتك غير اللقمه اللي في معدتك والهدمه اللي انت لابسها، والباقي ده بتاع ربنا. الله. اللي هيقول لك ايه؟ انا اقرضتك، اديت لك قرض الفلوس دي، عملت بيها ايه؟ ايوه سؤالين. فرق بقى ان انا اسيبها ويورثها ناس يعني ما شقيوش فيها. أيوة. فممكن برضو يصرفوها من غير تعافى، وان انا طبعا اسيب لاولادي جزء يعني عشان يعني يساعد وبتاع، بس الاكتر ادفعه لنفسي اتمتع بيه هناك. الله يفتح عليك. يعني ادفع لنفسي حق القعده هناك في المكان اللي انا عايزاه. انا عايز اقعد هناك يا رب في الجنه. نعم. ادفعي حق قعدتك فوق بقى في الجنه لو انت عايزه يعني. نعم. ويا رب يتقبل في كل الاحوال يا رب. اللهم امين. طب ستر السقف ده الله من كام لكام مثلا كده؟ بص اقول لحضرتك حاجه، لو حضرتك كنت بصيت دلوقتي في بيت غرفه واحده كانت بس غرفه واحده اللي محتاجه تستر، والغرفه دي هناك مش زينا مثلا هي 10 متر 12 متر غرف محدده بالامتار، لا انت ممكن تكون الغرفه البيت كله اصلا عباره عن غرفه وحمام وصاله بس، فعلى حسب الغرفه على حسب الطبيعه. فاتمنى ان حد دلوقتي يقول ايه، انا ممكن هشيل كل شيء، هشيل هجيب البنى، هجيب الاسمنت، هجيب الخشب بتاعها، هجيب المشمع على حسابي لان انا مثلا بتاع اسمنت او كذا. أيوه. مواد عينيه او مثلا تكلفتهم مثلا 5000 8000 جنيه، انا هشيل بيت فلاني، هشيل قولوا لي عدد البيوت اللي انت عاوزينها 3 4 والمكان شغالين على بني سويف والفيوم، شوفوا كام بيت وانا موجود. واللي عايز يروح يجي، اللي عايز يروح يشوف بعينه الثقه والمصداقيه مهمه، او يقول لهم خدوني معاكم بعد ما البيت يتسقف اشوفه بعيني. ايوه مهم جدا موضوع الثقه والمصداقيه مع المؤسسات. الحقيقه دي المهم اللي بقول فيه يعني في مواصلات الميه. ربنا يبارك لكم. الحمد لله في مواصلات الميه تقول احنا بنحط مواديليا عليها اسم المتبرع، اسم المتبرع والنمبر بتاع الوصله اللي عملها قبل العداد بحيث ما تخرجش وتبقى بتاعته. وهو يبقى عارف دي وبتبعت له اللوكيشن. في الابار نفس النظام بيتعمل الموضوع ده عن طريق. انا بقى بقول في السقف طبعا مش هتعلق يافطه ان تعال شوف، تعال شوف تعال شوف موضوع الثقه والمصداقيه مهم جدا. واقول لحضرتك والله هتبقى عاده لو حضرتك رحت مره تتابع بعينك صداقتك. نعم. والله هتتعود لانك هتشوف متعه وهتشوف خير طبعا، وطلع الصدقه دي بنيه ستر بنتك، بنيه ستر زوجتك، بنيه ستر اخواتك. الستر ده يعني الجزاء من جنس العمل. الله. ربنا يستركم جميعا يا رب. ربنا يسترنا في الدنيا والاخره. اللهم يا رب. يا رب. انا بشكر حضرتك جدا جدا. شكرا جدا لله. شكرا. ومش يعني 15 740. نعم. 15740 15740 ده رقم تليفون مؤسسه نبض الحياه. للاسف الفقره خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم.